السلام عليكم ورحمة الله. نتلاقوا اليوم إن شاء الله في الدرس الخامس. اليوم عندنا الدرس الخامس، الوحدة الأولى، الصف السابع، لغة إنجليزية، العام الدراسي 23-24. درسنا اليوم اللي هو Lesson 5، آدمز سكراب بوك. آدمز سكراب بوك، آدم اسم شخص، الاس طبعا الاس الموجودة مع اسم آدم هي اس ملكية، سكراب بوك دفتر ملصقات، ودفتر الصور أو دفتر الملصقات. التمرين الأول A، read and complete، اقرأ وأكمل. The conversation، المحادثة. Using phrases، مستعملا أشباه الجمل. phrase بمعنى شبه جملة، phrases أشباه الجمل. phrases اللي هي أكثر من كلمة لكن أقل من جملة، أكثر من كلمة لكن أقل من جملة نسميها phrase. A to G، من A إلى G، تمام. هذه عندنا محادثة ناقصة بين عادل وآدم. عادل النص الموجود عندنا ناقص، ناقص حوار عادل، الحديث اللي يقوله عادل مش موجود عندنا في النص، لكن هو موجود في الصندوق أسفل الصورة أو أسفل الصفحة، موجود عندنا في الصندوق أسفل الصفحة. طيب عشان نفهم أو نلقى الكلمات الموجودة أو المفقودة من حوار عادل وآدم، نشوف إجابات آدم، إيش تكون إجابات آدم، فنحدد على ضوءها إيش قال عادل. طيب آدم، أوه هاي عادل، أوه مرحبا عادل، هذه تحية. يبقى نشوف الأول، أول خيار اللي هو حيكون دي، Hello Adam، Hello Adam، يبقى دي هو الخيار اللي نحطه هنا، هنا حنكتب دي. أوكي. اثنين، عادل داش No thanks، لا شكرا. الخيار موجود هنا، هو سؤال سأل عادل أو سأل عادل لآدم، وآدم قال له No thanks، لا شكرا. No thanks بمعنى لا شكرا. Do you want to come to the mall؟ Do you want، هل تريد أن تذهب، to come أو أن تأتي، to the mall، إلى المجمع التجاري mall؟ الإجابة حتكون هنا No thanks، يبقى هنا حيكون الخيار if. Do you want، يبقى حنكتب if، do you want to come to the mall في الخيار رقم 2، تمام. آدم no thanks، عادل داش آدم I am أنا putting، أضع putting بمعنى أضع، some photographs، بعض الصور الفوتوغرافية، in my scrapbook، أضع بعض الصور الفوتوغرافية في دفتر الصور الخاص بي. يبقى الجواب كان في الزمن المضارع المستمر، يبقى السؤال أكيد هيكون في الزمن المضارع المستمر، What are you doing؟ المضارع المستمر قلنا ضروري يكون فيه verb to be وفعل موجود فيه ing، ماذا تفعل؟ What are you doing؟ ماذا تفعل؟ رد عليه بجملة فيها ال verb to be I am putting وفعل فيه ing، يبقى what are you doing، ماذا تفعل الآن. I am putting، أنا أضع some photographs in my scrapbook، تمام. يبقى الخيار حيكون B، خيار رقم 3 حنختار B. 4 داش Adam historical sites in Libya، مواقع تاريخية في ليبيا، مواقع تاريخية في ليبيا. يبقى سؤال هنا عن شيء، What are you doing؟ No. Photographs of what؟
photographs of what؟ صور لماذا؟ صور لأي شيء؟ historical sites، مواقع تاريخ. historical جاي من history اللي هو التاريخ. historical sites in Libya، يبقى الإجابة هتكون photographs of what، صور لأي شيء أو لماذا، لما هو الشيء الذي أو هذه الصور لأي شيء. يبقى هتكون الخيار أربعة هيكون A. خمسة داش I visit different cities، أنا أزور مدن مختلفة. And take pictures، وأخذ صورا. Of ruins، يبقى خمسة داش عادل داش. يجاوب عليها آدم يقول I visit، أنا أزور different cities، مدنا مختلفة. cities اللي هي جمع city، cities تختلف عن sites. sites مواقع، cities مدن. site موقع، والجمع بتاع عندنا الاس الجمع اللي هي sites. city مدينة، الجمع cities. انا ازور مدنا مختلفة. and و take pictures، واخذ صورا. of ruins، للآثار. ruins اللي هي الآثار. where did you get، خمسة هتكون where do you get the photographs، where do you get the photographs، أين تحصل على الصور، أو من أين تحصل على الصور. where do you get the photographs، من أين تحصل على الصور. يبقى هي الإجابة رقم خمسة هتكون G. آدم أجاب I visit different cities، أنا أزور مدن مختلفة. and take pictures of ruins. ستة داش عندنا فراغ، آدم يجيب I have lots of them. السؤال اللي كان حيكون Do you have many، هل لديك الكثير من الصور طبعا مقصود. أجاب I have lots of them. يسأل مرة تانية آدم But why ruins، ولكن لماذا الآثار. عادل يسأل في رقم سبعة، اللي رقم سبعة، رقم سبعة عندنا فراغ عادل هو معش عندنا الخيار واحد اللي هو سي. آدم يجيب I like them، أنا أحبها. السؤال كان But why ruins، لماذا الآثار، ولكن لماذا الآثار. الإجابة كانت I like them، أنا أحبها. يبقى هذا بالنسبة للتمرين الأول. التمرين B طبعا حنوريكم صورة لصورة الإجابة توا. B listen and check، استمع and check وافحص الإجابات. then practice the conversation، ثم طبق هذه المحادثة في الفصل. طبعا تسمع المحادثة مفروض كاملة بالتيب أو بالشريط أو بالتسجيل الصوتي، إذا كان متوفر عند المدرس حيسمع لك كم في الفصل. ما هذا بيقرأه المدرس بنفسه في الفصل، يقرأ المحادثة كاملة وتسمعها، بعدين يطبقها الطلبة، يطبقها في الفصل كنشاط مدرسي أو نشاط في الفصل. C listen to this short rhyme، استمع إلى هذا هذه النشودة الصغيرة. نشودة rhyme بمعنى أنشودة. it's called، إنها تدعى a tongue twister. tongue twister، tongue twister هي الكلمات المتشابهة التي تنطق بسرعة. في اللغة الإنجليزية الجملة تتكون من كلمات متشابهة في الشكل أو في الحروف وتنطق بسرعة، عندي يصير منها يصير فيها الشخص اللي ينطقها يصير لا التباس ويغلط في الحروف. عندنا حتى أمثال لها في اللغة العربية كثيرة، سواء في اللغة العربية الفصحى أو في اللغة الدارجة، اللهجة الدارجة.
المثال الموجود يقول يبقى التونج تويستر عرفناه انه هو شنو، هو الكلام المتشابه واللي يسبب شنو، يسبب اختلاط على الناطق او القارئ. عندنا الغاز وعندنا حاجي وعندنا امثله موجوده تشبه الامثله او المثال الموجود. هذه الانشوده تقول شي سيلز هي تبيع سي شلز اصداف البحر. لاحظ ان الكلمات كلها تشبه بعضها في النطق او في المخارج سواء بالاس او بش بالاش ش. يبقى شي سيلز سي شلز هي تبيع اصداف البحر. On the seashore على شاطئ البحر. On the seashore. The shells she sells الأصداف التي تبيعها. The shells she sells الأصداف التي تبيعها. Are seashells هي أصداف بحر. I'm sure أنا متأكد. I'm sure أنا متأكد. لاحظ أن كلمة الكلمات نفس بعضها بس قلب الأماكن عشان يصير استيعاب للموضوع أو تصير لخبطة في الموضوع. لاحظ أن كلمة sure هنا تعني شاطئ. sure تعني شاطئ البحر. عندنا I'm sure تعني متأكد. يبقى sure بالأو تختلف عن sure باليو. وطبعا هنا عندنا SH sure وهنا شور اللي هي برضو تعني متأكد. هنا شاطئ بحر شور وهنا متأكد. أوكي التمارين اللي بعدها How fast can you say it؟ ما هي السرعة التي تستطيع أن تقول بها هذه الأغنية أو هذه الأنشودة؟ هو التحدي تحدي سرعة كيف تنطقها بدون ما تلخبط، زي عندنا حتى في الأمثلة العربية. نشوفوا نحن مثال عربي للموضوع هذا، ولعل أشهر مثال عربي للموضوع حضاي هو بيت الشعر العربي القديم واللي يقول وقبر حرب وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. نفس الفكرة نفس الفكرة التمرين اللي توكلنا فيه وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. نفس فكرة المثال اللي كان عندنا قبل شوية وبرضو في الدارجة زي ما قلت لك موجود واجد. الدي التمارين دي now do exercise A طبق التمارين A on page 9 في الصفحة 9 of the workbook من الكتاب التمارين. نشوف الصفحة 9 والتمارين موجود فيها. look at page 13 of your course book. هو وجهني مرة تانية للصفحة 13 في الكورس بوك في الكتاب المدرسي. Again, answer these questions. أجب على هذه الأسئلة. Where does Adel want to go? رجعنا للصفحة مرة تانية صفحة 13 في الكتاب المدرسي. نشوفوا المطلوب. Where does Adel want to go? هو السؤال الأول اللي يقول أين يريد عادل. هو السؤال الأول أين يريد عادل أن يذهب. Where does عادل want to go؟ أين يريد عادل أن يذهب. عادل هنا طبعا موجود عندنا. عادل هو الموجود فوق، هو المتحدث رقم واحد. سأل السؤال الأول Do you want to go to the mall؟ نجوب عليه اللي هو يريد الذهاب إلى المول أو إلى المجمع التجاري. Do you want to go أو to come to the mall؟ هل تريد المجيء معي إلى المول؟ الإجابة كانت No thanks. طبعا نحن الإجابة اللي حنكتبوها حتكون حتختلف شوية، حتكون هذه الإجابات باختصار. نشوف السؤال صفحة 9 صفحة 9 في الكتاب الورك بوك أو كتاب الواجب المنزلي. Lesson 5 Adam's Scrapbook. A Look at page 13. انظر إلى الصفحة 13 of course book من الكتاب المدرسي مرة أخرى. Answer these questions. وأجب على هذه الأسئلة. سؤال الأول Where does Adel want to go؟ أين يريد عادل أن يذهب. عادل wants to go to the mall. عادل يريد أن يذهب
إلى المول اللي هو المجمع التجاري أو المجمع التجاري. لاحظ أن في السؤال زي ما قلنا نجيب أداة أو فعل مساعد لتكوين السؤال اللي هو does. Where does عادل want to go؟ يسأل does هذه تساعد wants. ليش؟ لأنها تجيب لها أس الغائب المفرد اللي هو عادل. بينما في جملة الصحيحة اللي ما فيهاش لا سؤال ولا نفي حنقول عادل wants، نحط أس الغائب المفرد بعد الفعل مباشرة. الأس مش موجودة هنا، موجودة في الفعل. عادل wants to go to the mall، عادل يريد الذهاب إلى المول. اثنين، what does عادل أو what does Adam، اثنين or two، what does Adam want to do، ماذا يريد آدم أن يفعل؟ آدم wants to put، آدم يريد أن يضع، to put هذه طبعا T مش R، wants to put photographs، يبقى هذه ال R هذه انتبهوا لها، هذه T مفروض مش R. آدم wants to put، يريد أن يضع photographs الصور in his scrapbook في دفتر صوره. Question 3، where does he take the photos، أين أخذ أو أين يأخذ هو الصور؟ he takes them in different cities، هو أخذهم أو يأخذهم في مدن مختلفة، in different cities. Question 4، what does he take photos of، ما هي الصور التي يأخذها أو ما هي الأشياء التي يأخذ لها صور؟ what does he take photos of، لماذا أو لأجل أو ما هي الأشياء، ما هي الأشياء التي يأخذ لها الصور؟ he takes photos، هو يأخذ photos صورا of ruins، هنا طبعا مكتوبة رينز غلط، هي مفروض رونز، مفروض هنا اليو بدل الاي حتكون يو، رونز رونز and historical sites، هو يأخذ صورا للرونز، رونز اللي هي الأثار، and historical sites والأماكن التاريخية in ليبيا، في ليبيا. يبقى رجاء عدلوا الاي هذه، خلوها ارجعوا للصفحة، حنرجعوا للصفحة. هذه هي الكلمة اللي مفروض تكون مكتوبة، هذه الكلمة اللي مفروض تكون مكتوبة في الإجابة، رونز وليس رينز، رينز اللي هي أمطار، لكن رونز اللي هي الآثار. يبقى هذه كانت إجابة السؤال الآخر. takes، he takes photos، هو يأخذ صور of ruins and historical sites in Libya، والأماكن التاريخية في ليبيا. هذا كل شيء اليوم، إن شاء الله نتلاقوا في الحصة القادمة، وسامحونا على التأخير وعلى التقصير لأسباب كثيرة ويطول شرحها. شكرا لكم، وإن شاء الله تستفيدوا من الحصة هذه. الحصة هذه ما كانش فيها أي شيء يتعلق، أو الدرس هذا ما كانش فيها أي شيء يتعلق بجرامر مباشر أو قواعد مباشرة. إلى اللقاء.